رغم أنه من المحتمل الخلط بين مفهومي الوزن والكتلة، فهما في الحقيقة مقدارين مختلفين، إذ تتعلق الكتلة بطبيعة جسم معين فقط وليس بالمكان الذي يتواجد فيه. نشير أيضا إلى أن وحدة الكتلة هي الكيلوغرام. إن إسحاق نيوتن هو صاحب نظرية التجاذب الكوني لهذا الكرة كروية هذه الأخ، لكن يمكن جو فإن الكرة ستتوقف